طبوا فينا قصف واحنا نايمين. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو محمد ابو جراد مستشهد، لا حول ولا قوة. ألف قتيل في 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي على غزة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هنا جهود الدكتور منير برش. بعد زيارة فريقها لمجمع الشفاء، الصحة العالمية تصف المشفى بمنطقة الموت، ومديرها يقول إن الوضع لا يطاق وغير مبرر. إلى ساحة الدفن. تقارير أمريكية تتحدث عن اتفاق وشيك مكتوب بين إسرائيل وحماس حول الأسرى، والبيت الأبيض ينفي. قتيلان فلسطينيان أحدهما من ذوي الإعاقة باقتحام الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية. يوم الاثنين المحطة الأولى ستكون في الصين. السعودية تعلن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية لبلورة تحرك دولي لوقف حرب غزة. المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لكل التطورات بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت الوكالة الفلسطينية مقتل 30 فلسطينيا بقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة فجر اليوم. وأوضحت الوكالة أن 13 فلسطينيا قتلوا بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأن سيدة وطفلتها قتلتا وأصيب عدد آخر بعد قصف منزل لعائلة في محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي خان يونس. وفي رفح شرق قطاع غزة قتل 3 أشخاص بقصف إسرائيلي على منزل، بحسب ما أفاد به إعلام فلسطيني الذي أوضح أيضا أن القصف استهدف منزلا في حي الجنينة. من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة أهلا بك، ما هي آخر التطورات والمستجدات من حيث الاستهداف والمناطق التي يتركز فيها القصف في هذه الساعة؟ نعم، القصف يتركز في هذه الأثناء في المناطق الشمالية وفي محافظة غزة. هناك تحرك مريب للآليات والدبابات العسكرية باتجاه الوسط من مناطق الشمال تحديدا ومن منطقة جباليا. هناك تحركات واضحة للجيش الإسرائيلي مع عمليات تجريف مستمر للشوارع الرئيسية ولبعض المفترقات، وصولا إلى بعض المحاور والتي يبدو أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلالها إلى الوصول إلى محاصرة محافظة غزة بالتحديد من الجهات الأربع. نعلم أنه يطبق على الجهة الغربية من المحورين الأساسيين الشمالي والجنوبي، ولكن المنطقة الشرقية من المحورين الشمالي والجنوبي الآن هي مسيطر عليها من الجهة الشمالية إلى حد ما، ولكن تتبقى الجهة الجنوبية هي يعني هناك سيطرة جزئية في تلك المنطقة مع وجود اشتباكات مستمرة على المحور الشرقي بشكل كامل. وبالتالي هذه التحركات تأتي في سياق زيادة السيطرة وأحكام الإطباق على المناطق الشمالية وعملية الدخول وتزويد الآليات والدبابات العسكرية بمزيد من هذه المدرعات والآليات المختلفة. نعلم أن الجيش الإسرائيلي الآن هو لا يستخدم كتيبة واحدة أو آليات واحدة، هو يستخدم أكثر من كتيبة وأكثر من مدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة الإسرائيلية التي نزلت إلى الميدان داخل قطاع غزة. وبالتالي في كل خطوة تقدم إلى داخل محافظة غزة يكون هناك كتيبة جديدة وآليات إسرائيلية جديدة تضاف إلى القائمة. فبالتالي
هناك دخول واضح للآليات والدبابات العسكرية في أكثر من محور، مع التأكيد على وجود اشتباكات إسرائيلية وفصائلية في عدة محاور أبرزها المحور الشرقي ومحور محيط الساحة ومستشفى المعمداني. هذه المنطقة تشهد اشتباك عنيف للغاية مع الفصائل الفلسطينية حتى هذه الأثناء، مع محاصرة مستشفى المعمداني والذي فعليا توقف أو خرج عن الخدمة في هذه الأثناء نتيجة لهذه الاشتباكات، والتي تمنع سيارات الإسعاف أو الطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى أي ضحايا أو مصابين في محيط هذا المشفى. وبالتالي هناك ضغط واضح على المناطق الشمالية في عملية إيصال الضحايا والمصابين في بعض الأحيان إلى المستشفى الأندونيسي، وفي غالب الأحيان لا يتم الوصول إلى أي مستشفى. هناك أعداد من الإصابات والضحايا ملقاة في شوارع قطاع غزة في محافظة غزة ومحافظة الشمال. فيما يتعلق بمجمع الشفاء، أي معلومات أو تفاصيل جديدة حول موضوع عمليات الإجلاء؟ حتى هذه اللحظة لا أنباء فيما يتعلق عن عملية إخراج الجرحى والمصابين والكوادر الطبية المحتجزة داخل مجمع الشفاء الطبي. من المترقب أن يكون هناك خطوات خلال الساعات القادمة متعلقة بالترتيب مع الصليب الأحمر الدولي أو مع الهيئات الطبية من أجل تأمين خروجهم بالشكل الملائم، إما لمستشفيات الضفة الغربية أو إلى مستشفيات خارج قطاع غزة من أجل تلقي الخدمة الطبية الملائمة، وبإجلائهم عبر سيارات دولية مؤمنة وبتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي. ولكن حتى هذه اللحظة لا أنباء واضحة عن مصير هؤلاء ممن بقوا داخل مجمع الشفاء الطبي. سنتابع معك دائما أي تطورات جديدة. حتى الآن شكرا لك من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. شكرا لك خولة. وكان نحو 200 قتيل سقطوا جراء قصف إسرائيلي طال مدرسة الفخورة التابعة للأونروا في جباليا، المدرسة التي تأوي العديد من النازحين. كما طال قصف آخر مدرسة تل زعتر أيضا بحسب منظمة الأونروا. أي مدرسة الفخورة طبوا فينا قصف وإحنا نايمين. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو محمد أبو جراد مستشهد، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا عم طب تيجي صعبات يا أخي، تيجي صعبات والله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خذ النمس وانزل جراي. طب شو بتبوي؟ برا هيهم برا. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس مرمية. تعال. هذا وقال هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه خلال 24 ساعة الماضية فقد ما يقارب 1000 شخص أرواحهم في قطاع غزة، وذلك وفقا لتقديرات السلطات الصحية في القطاع. السلطات الصحية في قطاع غزة أنهم خلال 24 ساعة التي مضت سقطت أكثر من 1000 من فقدوا أرواحهم في قطاع غزة. هذا كابوس نعيشه كل يوم. 1000 ممن فقدوا أرواحهم في قطاع غزة خلال 24 ساعة. هذه تقديرات السلطات الطبية وهذا رقم مهول جدا. ونحن يعني من المؤلم جدا أن حتى الأرقام لم تعد تؤثر في وتوقف هذا الكابوس. نحن نؤكد على ضرورة توفير الحماية المدنية بشكل مطلق وبشكل فوري لجميع المدنيين في قطاع غزة سواء في شمال غزة أو جنوبها. وصف فريق طبي تابع لمنظمة الصحة العالمية زار مستشفى الشفاء في شمال غزة لتقييم الوضع بأنه منطقة موت، إذ أن أكثر من 300 شخص داخل المستشفى بين مرضى ومقدم رعاية طبية لا يزالون متواجدين فيه. ووصفت المنظمة مهمة الفريق الطبي التابع لها لدى زيارته المستشفى بأنها عالية الخطورة، وأوضحت أنه بسبب المخاطر الأمنية تمكن الفريق من قضاء ساعة واحدة فقط داخل مستشفى الشفاء. وأضافت أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون في المستشفى. وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية فإن فريقها الطبي رأى مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى، وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك. كما ولاحظ الفريق أنه بسبب الوضع الأمني كان من المستحيل على الموظفين القيام بإدارة فعالة للنفايات في المستشفى. وأشارت
المنظمة إلى أن الممرات وأراضي المستشفى امتلأت بالنفايات الطبية والصلبة ما زاد من خطر العدوى. وناشد المرضى والموظفين الصحيين في مستشفى الشفاء وتحدثوا مع الفريق لإجلائهم لأنهم كانوا مرعوبين على سلامتهم وصحتهم. وقالت المنظمة أنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم من داخل المستشفى. من جانبه أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن فريق المنظمة الذي زار مستشفى الشفاء في غزة وجد أنها تفتقد إلى المقومات الأساسية للعمل كالماء والطعام والكهرباء والإمدادات الطبية، موضحا أن الوضع الحالي لا يطاق وغير مبرر. وأضاف أنه نظرا لهذا الوضع المؤسف وحالة العديد من المرضى بما في ذلك الأطفال الرضع، طلب العاملون الصحيون في المستشفى من الفريق الداعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة هناك بعد الآن. وأكد أنه يتم العمل على مع الشركاء لوضع خطة إخلاء عاجلة وطلب التسهيل الكامل لهذه الخطة. أفاد مراسل الحدث بأن الاقتحامات الإسرائيلية تتوسع في الضفة الغربية وبشأن عملياتها الليلية أيضا، حيث تبدو الأكبر منذ 7 أكتوبر. هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين في مخيم دهيشة في بيت لحم وجنين برصاص الجيش الإسرائيلي. وقالت الوكالة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا من ذوي الإعاقة خلال توغله في مخيم جنين. وقال شهود عيان إن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت جنين ترافقها جرافات شرعت بتجريف الطرقات القريبة من المخيم. وتحدثت المصادر ذاتها عن اقتحام الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في جنين، واعتقلت قوات إسرائيلية سيدة مسنة يعتقد أنه تم اعتقالها للضغط على نجلها لتسليم نفسه. كذلك شهدت مدينة نابلس ومخيم بلاطة الملاصق لها عمليات اقتحام أخرى سمعت أصوات اشتباكات فيها. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 أشخاص في مخيم بلاطة وجنين وقلنديا أصيبوا بالرصاص الحي خلال عمليات الاقتحام. واقتحمت قوات إسرائيلية مدن بيت لحم والخليل وبيت صحور وقلقيليا وتوباس ومخيم قلنديا ودهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت بلدة طمون جنوب شرقي توباس ودخلت عدة أحياء قبل أن تدفع بتعزيزات إضافية إلى البلدة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ شعوان. عبد الحفيظ أهلا بك، يعني نتابع في هذه الأخبار الكثير من الاقتحامات والتطورات تشمل الكثير والعديد من المناطق والبلدات في الضفة الغربية، أبرزها حتى الآن والتطورات والمستجدات في هذه الساعة. نعم، حتى هذه الساعة ما زال الاقتحام دائرا في مدينة جنين ومخيم جنين، وما زالت الاشتباكات بين الفينة والأخرى تندلع وسط المخيم بين القوات الإسرائيلية التي تحاصر هذا المخيم وبين مقاتلين فلسطينيين يتحصرون في أزقته. قوات إسرائيلية كبيرة موجودة في حي الجبريات جنوب المخيم وتقوم بإطلاق النار على بعض الأهالي الذين حاولوا الخروج، كما أن القوات الإسرائيلية أوقفت عددا من سيارات الإسعاف، وعلى ما يبدو أنها قامت باعتقال بعض الجرحى من داخل المخيم. عمليا المخيم يتعرض لموجة كبيرة من الاقتحامات طيلة الأسابيع الماضية، ولكن هذه الليلة كان هناك هجوم كبير. أيضا القنوات الرسمية الفلسطينية تتحدث عن نحو 1000 جندي حاصروا المخيم منذ منتصف هذه الليلة ويقومون بالتفتيش من بيت إلى بيت عبر مداهمات واعتقالات وعمليات
تحقيق ميداني، كما أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المخيم وأصاب عددا آخر بجروح. هذا بالنسبة لمخيم جنين. بالنسبة لمخيم بلاطة شرقي نابلس، أيضا شهد المخيم حملة اقتحامات واسعة بعد ليلة من عملية اغتيال أدت لمقتل 5 فلسطينيين. هذه الليلة عاد الجيش الإسرائيلي إلى المخيم وقام بتجريف أيضا طرق داخل المخيم وحرق وتدمير بعض النصب التذكارية الخاصة بالضحايا، إضافة إلى مركز تابع لحركة فتح داخل المخيم، وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية من مخيم بلاطة. العديد من المخيمات الفلسطينية أيضا تعرضت لعمليات اقتحام ودهم مشابهة مثل مخيم قلنديا شمال القدس، حيث شهد المخيم عملية اطلاق نار، مخيم العروب، مخيم دهيشة أيضا الذي قتل فيه فتى فلسطينيا خلال هذه الموجة الكبيرة التي تشنها القوات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية. هذه الاقتحامات عبد الحفيظ تكون متزامنة لكل هذه المخيمات، يعني توحي بأن هناك خطة إسرائيلية واضحة لعملية الاقتحام التي تستهدف فيها هذه المخيمات على وجه التحديد؟ ليس بالضرورة، أحيانا تكون متزامنة وأحيانا لا. هذه الليلة كانت متزامنة وهناك قوات كبيرة جدا، واضح أن إسرائيل يعني جهزت، نتحدث عن مئات المركبات العسكرية التي تقتحم بالتزامن عدة قرى ومدن فلسطينية ومخيمات فلسطينية سواء شمال الضفة الغربية أو جنوبها، وبالتالي الحديث عن يعني آلاف الجنود الموجودين في الضفة الغربية والذين ينفذون عمليات الاقتحام والتوغلات في ربما أحيانا بشكل متزامن، كما أن هناك وجود آليات عسكرية كبيرة جدا مثل جرافات الدي 9 والجرافات الثقيلة، إضافة إلى مركبات الفهد التي تشارك بعدها في قطاع غزة، وأيضا بعض المركبات المصفحة التي تستخدمها إسرائيل داخل الضفة الغربية. ذلك يشير إلى أن إسرائيل على ما يبدو جهزت عسكريا بشكل كبير لعملياتها في الضفة الغربية. طب هل هناك تطورات أو شيء لافت أيضا في عمليات الاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في هذه المخيمات أو في هذه المناطق في الضفة الغربية؟ على سبيل المثال اعتقال سيدة مسنة بهدف أن يسلم نجلها نفسه مثلا، كيف تتم هذه العمليات؟ ما هي التفاصيل؟ نعم، عمليات الاعتقال لم يعد لها حدود داخل الضفة الغربية. تم صباح هذا اليوم اعتقال زملاء صحفيين، تعتقل أمهات بعض الفلسطينيين، أخواتهم، زوجاتهم، بعضهن يخضعن لتحقيق، بعضهن يتم اعتقالهن ويخضع مثلا الابن أو الزوج لابتزاز، إما أن يسلم نفسه أو تبقى أمه أو تبقى أخته في السجن وما إلى ذلك. طالبات جامعيات يخضعن للاعتقال، ناشطين سياسيين وما إلى ذلك. ولكن أيضا المخيف أكثر بالنسبة للفلسطينيين أن عدد الضحايا داخل السجون الإسرائيلية لافت جدا. خلال منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم 6 فلسطينيين قتلوا داخل السجون الإسرائيلية، آخرهم هذه الليلة وهو الشاب ثائر. وتتهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة شؤون الأسرى إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال بحق هؤلاء. كيف توفي السجن نتيجة للضرب والتنكيل والتعذيب؟ الأسير أو السجين الذي تتحدث عنه كيف توفي؟ هل توضح إسرائيل الأسباب والمعطيات؟ نعم، هو الأسير الثائر أبو جراد ومعتقل منذ العام 2005 ومحكوم ب 25 عام عمره 38 عاما. بشكل مفاجئ أصدرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه توفي نتيجة لوعكة صحية في سجن النقب الصحراوي جنوب البلاد. هذه الذريعة أيضا يعني انساقت على معظم الفلسطينيين 6 الذين توفوا خلال 40 يوما الماضية، تقول بسبب وعكة صحية، وهذا يعني لا يصدق الفلسطينيون. لا، لأن الأمر لم يكن يحدث سابقا، وبالتالي تبرر يعني تقول يقول الفلسطينيون أنهم تعرضوا لتعذيب واعتقال واغتيال داخل السجون. نعم. طيب عبد الحفيظ، في سؤالي الأخير، الآن هناك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وكل هذه التعزيزات العسكرية من المخيمات التي كنا نتحدث عنها في هذه الساعة؟
الانسحاب فقط من بلاطة، من معظم المخيمات بالفعل، ولكن باستثناء جنين. ما زالت العملية العسكرية مستمرة في جنين، ولكن هذا لا يعني أنه قد لا تعيد اقتحامها في يعني خلال النهار. سنتابع بالتأكيد دائما معك أي تطورات جديدة سواء في جنين التي لا تزال عمليات الاقتحام كما تقول مستمرة فيها، وأيضا في مخيمات ومناطق أخرى من الضفة الغربية. شكرا لك حتى الآن من رام الله مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها أجهزوا على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة باستخدام قذيفة مضادة للأفراد والأسلحة الرشاشة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 2 من قواته في قطاع غزة، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلاه في الأعمال العسكرية في القطاع إلى 58 قتيلاً. كشفت صحيفة هارتس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها أن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص على بعض المشاركين في حفل موسيقي أقيم قرب حدود قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي أثناء تنفيذ حماس لهجومها. ووفق ما ذكره مصدر في الشرطة لهارتس، فمروحية تابعة للجيش وصلت إلى مكان الحادث وأطلقت النار على منفذي الهجمات، ويبدو أنها أصابت أيضا بعض المشاركين في المهرجان. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تقييم المؤسسة الأمنية يظهر عدم علم المهاجمين مسبقا بالمهرجان، مرجحة أن يكونوا قد علموا بأمره من خلال مسيراتهم أو عبر الذين كانوا يطيرون بالمظلات. هارتس ذكرت أن التقييم الأمني يستند إلى التحقيقات مع المهاجمين وأمور أخرى، موضحة نقلا عن مصادر الشرطة أن الاحتفال كان مقررا يومي الخميس والجمعة، وأضيف يوم السبت قبل 3 أيام فقط، ما يعزز فرضية أن حماس لم تكن على علم به. قال مسؤول كبير في الشرطة لهارتس أن 4400 شخص حضروا المهرجان، لكن معظمهم تمكن من الفرار بعد قرار إلغائه والذي اتخذ بعيد دقائق من الهجوم الصاروخي. من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض. محمد أهلا بك، منذ قليل كنا نتابع تطورات عاجلة تتعلق بقصف في بجانب مشفى ناصر في خان يونس، ما هي التطورات والتفاصيل إذا كانت تتوفر الآن؟ في الجهة الجنوبية من مستشفى ناصر، حيث سمعنا دوي الانفجار الكبير الذي وقع في المنطقة، وسرعان ما اشتعلت النيران وتصاعدت أعمدة الدخان، لكن هذه الأعمدة توقفت، أعمدة الدخان توقفت بعد أن حاول بعض السكان وأيضا ممن يتواجد في المنطقة من إخماد النيران التي اشتعلت بفعل هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هدفا ما إلى الجوار من مستشفى ناصر. المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بناية سكنية إلى المنطقة الجنوبية لمستشفى ناصر، لم توقع هذه الغارة أي من الإصابات حتى هذه اللحظة، وسيارات الإسعاف ما زالت في المكان تبحث عن مصابين أو أي عالقين داخل هذه البناية السكنية، وهي مكونة من 6 طوابق. لا ندري إذا ما كان الطائرات الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية أم مدخل هذه العمارة، لكن
دقائق قليلة وتتضح الأمور أكثر. أيضا ميدانيا الغارات الإسرائيلية متواصلة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. قبل قليل كان هناك عدة استهدافات في شمال قطاع غزة، تحديدا بلدتي بيت لاهيا وبيت حنون، حيث أغارت طائرات إسرائيلية على عدد من المنازل الفارغة وأيضا على بعض الطرقات المؤدية إلى منطقة بيت حنون. الجدير ذكر بأن الجيش الإسرائيلي يتوغل في تلك المنطقة، إلا أنه يقصف بعض البنايات السكنية التي يعتقد بأن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يتحصنون بداخلها أو في محيطه، وبالتالي هو يستند أو يستعين بالطائرات الحربية الإسرائيلية لقصف هذه البنايات وهذه المناطق التي تحدث فيها اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. أود الإشارة هنا إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل، أو كتاب القسام أعلنت قبل قليل بأنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية تحديدا في منطقة جحر الديك وأوقعت عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. المصادر الأولية وحسب متابعتنا الأمنية والميدانية تتحدث على أن هناك اشتباكات عنيفة حتى هذه اللحظة تدور بين الفصائل الفلسطينية تحديدا كتاب القسام والجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، وهي المنطقة القريبة من وادي غزة، حيث المسلك الذي قال الجيش الإسرائيلي عنه مسلك آمن ودفع الناس للنزوح إلى المناطق الجنوبية من خلاله. في المنطقة الشرقية تحدث اشتباكات وتدور اشتباكات، يسمع دوي الانفجارات وأصوات الطلقات النارية والقناصة التي بدأت تتحصن وراء خلف السواتر الترابية، وتقوم بالاشتباك مع مقاتلين يتبعون للقصف. طب وأي معلومات جديدة حول مساعي عمليات الإخلاء للطواقم الطبية والكوادر وأيضا المرضى من المتبقين في مجمع الشفاء الطبي؟ نعم، مصدر طبي للحدث قال قبل قليل بأنهم ينتظرون الرد الإسرائيلي على إخلاء ما يقارب 150 جريحا ومريضا داخل مستشفى الشفاء الطبي، من بينهم أكثر من 30 طفل من الأطفال الذين يتواجدون داخل حضانة مستشفى دار الشفاء الطبي، والتي أصبحت هذا المشفى تحت الحصار العسكري. وأيضا الجيش الإسرائيلي دخل إلى كل أقسام المستشفى ويقوم بعملية تفتيش وتمشيط أيضا في تلك المنطقة، إضافة إلى استجواب بعض الأطباء الذين ما زالوا موجودين داخل المشفى وينتظرون إخلاء الإصابات إلى المناطق الجنوبية، تحديدا مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي، كذلك مستشفى الإماراتي في رفح جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة هنا تقوم بعملية اتصالات مستمرة مع الأطراف الدولية، الأمم المتحدة والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، من أجل الإشراف على عملية إخلاء هذه الإصابات التي من المتوقع يتم نقلهم بعد قليل عبر سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث من المتوقع انطلاق هذه السيارات من خان يونس جنوب قطاع غزة لإخلاء تلك الإصابات المتكدسة في مستشفى دار الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. الجدير ذكره بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية حصار كامل لمستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة، وهذا المشفى بداخله أعداد كبيرة من النازحين وأيضا المصابين وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى وجود عدد من النازحين داخل الكنيسة المجاورة لهذا المشفى. طردنا مناشدات عدة ومتواصلة من أجل إخلاء وإجلاء من بداخل هذه الأماكن التي تتعرض للقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية. على الجانب الآخر، الفصائل الفلسطينية أطلقت قبل قليل دفعة من الصواريخ اتجاه المناطق القريبة من غلاف قطاع غزة، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة. إضافة إلى ذلك، هذه النقطة دعنا تدور بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، وبالتأكيد من داخل غزة دائما نتابع معك أي تطورات جديدة. من خان يونس مراسل الحدث محمد عوض، شكرا جزيلا لك محمد. قال بهذه النقطة بالتحديد موضوع الاستهداف للمستوطنات من غلاف غزة. سنسأل من القدس، ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. فلسطين زياد، أهلا بك، تطلعنا على آخر التطورات والمستجدات إذا كانت ميدانية تتوفر في هذه اللحظات، أو موضوع أيضا الأخبار العاجلة التي نتابعها الآن على الشاشة، هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على إدخال الوقود إلى غزة، إذا كانت هناك أي تفاصيل حول المقررات؟
طبعا هناك تفاصيل حول الأمرين. نبدأ بالموضوع الميداني. قبل حوالي 20 دقيقة أطلقت رشقة صواريخ اتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. هذه الرشقة الثانية عمليا كسرت باعتقادي 11 ساعة من توقف القصف منذ الليلة الماضية المقصود. هذه الصواريخ سقطت بعضها سقط في مناطق مفتوحة، القبة العديدية اعترضت صاروخا واحدا. في بالإضافة إلى ذلك الجيش الإسرائيلي أقر، كنا نتحدث أن الحصيلة هي أكبر مما يعلنون عادة، اعترف بمقتل جنديين إضافيين، أي نحو الآن العدد هو 60 جندي قتلوا منذ بدء الحرب البرية في قطاع غزة التي تتعمق وتشهد الكثير من الاشتباكات في الساعة الأخيرة. أيضا بالنسبة لقرار الكابينت الأمني حول إصدار أو إدخال الوقود الليلة الماضية في جلسة مطولة حقيقة، كامل الحكومة الأمنية المصغرة أو الكابينت وليس مجلس الحرب اجتمعت وصوتت على هذا الموضوع بأثر رجعي، لأن نتنياهو ووزراء المطبخ العسكري كانوا أقروا ذلك. صوتت بأثر رجع على هذا الموضوع، ثلاثة وزراء عارضوا، وطبعا ملفت كان أن وزيرة من الليكود ميك ريجيف عارضت، وأيضا بطبيعة الحال وزراء المالية والأمن القومي سموتريتش وبنغفير أيضا عارضا، وهناك وزير امتنع، لكن هذا الأمر مر بأغلبية كبيرة. عندما تقول بأثر رجعي ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن إسرائيل وافقت وأدخلت وقودا قبل أن تقر هذا الموضوع في الكابينت الأمني، ولهذا قلت بأثر رجعي، بمعنى هذا الوقود بدأ في الدخول ولم ينتظر هذا التصويت. نعم، ولكن يعني بطريقة ما تبددت الخلافات الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية بعملية التصويت هذا؟ لم تتبدد، هناك وزيران صوتا، ثلاثة وزراء صوتوا ضد ووزير امتنع، ما يعني بأن هناك خلافات حول هذا الموضوع. الخلاف الأساسي كان بأن إسرائيل كانت قررت منذ البداية ألا تدخل وقودا لأي جهة تحت أي ظرف إلا في حال واحدة، إطلاق سراح أسرى مدنيين أو غير مدنيين من الأسر لدى حماس، وهذا لم يتم، لهذا هاجم نتنياهو. طبعا نتنياهو برر في الجلسة أيضا للوزراء المعارضين، قال إنه اضطر للموافقة على هذا الموضوع بضغط أمريكي، لأن إسرائيل تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى نافذة زمنية دبلوماسية دولية كي تواصل الهجوم البري، وهذا يعطيها وقتا عندما تستجيب جزئيا لمطالب الأمم المتحدة والولايات المتحدة وما إلى ذلك، هي تشتري وقتا ثمينا لصالح العملية البرية، هذا ما قاله نتنياهو للوزراء المعارضين. طيب، أيضا حقائق ربما وتحقيقات أخرى تتكشف، كشفت عنها صحيفتها أريتس عن مصادر أمنية إسرائيلية لموضوع الحفل الموسيقي الذي أقيم قرب حدود قطاع غزة في 7 من أكتوبر. صحيح. أي تفاصيل أيضا وتطورات حول هذه التحقيقات؟ هذه التحقيقات مهمة للغاية وخطيرة للغاية بالنسبة لإسرائيل، لأنها تضرب جزءا من الرواية الإسرائيلية. نعم. التي قالت إن حماس قتل كل هؤلاء وما إلى ذلك، الحديث عن مقتل أكثر من 120 بواسطة المروحيات الإسرائيلية، ربما اعتقدوا أيضا بأن السيارات التي كانت تهرب من المهرجان إنما سيارات لحماس دخلت وما إلى ذلك، كلها تحقيقات أولية. التحقيقات الشاملة التي ستعقب هذه الحرب قد تبين أمورا أخرى، بالنظر أيضا إلى الأضرار غير اللاحقة الجسيمة التي لحقت بمئات المنازل أو عشرات المنازل في كل مستوطنة، عمليا دمار شامل، وبالتالي كل ذلك قد يخضع لتحقيقات لاحقة، لكن بدون أدنى شك تحقيقها آرتس بالذات هو ربما يضعف الرواية الإسرائيلية التي تسوق دوليا.
كان أيضا ما لفتني في هذه التحقيقات من صحيفة هارتس موضوع التقييم، أن التقييم الأمني وعمليات التحقيقات هذا اهتمت مع المهاجمين وأيضا من مصادر أخرى. يعني هنا زياد السؤال عن موضوع المهاجمين الذين تم مثلا إلقاء القبض عليهم من الفصائل الفلسطينية، أي معلومات حول كيفية التعامل معهم، موضوع التحقيقات كيف يجري معهم، أم هذا يعني يكون سري للغاية في هذه المرحلة؟ بطبيعة الحال يخضعون لتحقيقات قاسية للغاية وربما إلى نوع من التنكيل، لدرجة أن هناك الآن مطالبة بعدم تقديم أي طبابة لهم حتى في مستشفيات إسرائيلية. هناك كلما اتضح بأن أحدهم كان جريحا وتم علاجه عمليا للإعلام الإسرائيلي يثير ضجة. ليس ذلك فقط، وزير الأمن الداخلي القومي بن غفير ذهب إلى السجن الذي يحتجزون فيه أسرى هناك وطلب بأن يكون تضييق عليهم وأن لا يروا نور الشمس، هذا ما قاله وزير الأمن القومي. هذا يدلك على أن التعامل والتعاطي معهم هو صعب للغاية في محاولة لانتزاع معلومات، ومنها طبعا معلومات التي قد تلقي بالضوء على التخطيط والتنفيذ للهجوم غير المسبوق في 7 أكتوبر الذي طبعا اعتبرته إسرائيل الأخطر منذ إنشائها. أعلنوا عن أي أعداد أو إحصائية لعدد المهاجمين الذين تم إلقاء القبض عليهم أحياء؟ يدعون بأن هناك مئات، لكن طبعا ليست لدي أي فكرة حول العدد الحقيقي حاليا لمن أسروا في هذه المعركة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات، بالتأكيد سنتابع معك أي تطورات جديدة. دائما من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أفاد مراسل الحدث بإطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنات في الجليل واعتراض 2 منهما، كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة مارجليوت على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته ترد بضربات تستهدف مناطق الإطلاق في لبنان بنية تحتية لجماعة حزب الله في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق في جنوب البلاد، منها تلة حمامس وسهل مرجعيون وأحراج النقورة الجنوبية والمنطقة الواقعة بين بلدتي دبل والقوزح في قضاء بنت جبيل، فيما ذكر بيان لحزب الله أنه استهدف موقع ظهيرة ونقطة الجراح على الحدود. هذا وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في منطقتي مجدل زون والمنصوري في جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية، وأدت الغارات كذلك لتدمير المحاصيل والأشجار. ينتبه شوي شوي. من الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. ناهد، أهلا بك، ما هي التطورات والمستجدات وأي تفاصيل حول هذه المناطق التي يتم استهدافها من قبل المدفعية الإسرائيلية؟ نعم ربا، بالفعل يعني القصف الإسرائيلي المدفعي مستمر ونسمع يعني أصواته في منذ بعض الوقت، كنا نسمع إطلاق بعض القذائف على عدد من البلدات المحيطة، وذلك يأتي طبعا ردا على استهداف حزب الله لثلاث مواقع عسكرية إسرائيلية، موقع الجرداح كما ذكرتي وموقع الظهيرة، وبالتالي إسرائيل ترد على قصف مناطق الظهيرة وعلم الشعب واللبوني وتلك المناطق المحيطة، بالإضافة إلى استهداف سرية مستحدثة
تجمع لجنود إسرائيليين في سرية مستحدثة في موقع جل العلام مقابل منطقة النقورة، وبطبيعة الحال الرد الإسرائيلي يستهدف منطقة النقورة والمناطق المحيطة بقصف مدفعي أيضا، وكما ذكرت عن إطلاق صواريخ من باتجاه مارجليوت وموقع المنارة. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، حزب الله حتى الساعة لم يصدر بيانا يتحدث فيه عن هذا الاستهداف، ولكن في هذه الأثناء أيضا هناك قصف مدفعي على منطقة الخيام ردا على ذلك وإطلاق تلك الصواريخ. أيضا كان هناك غارة صباحا في منطقة عيت الشعب، وغارة أخرى في منطقة استهدفت منزلا مهجورا في منطقة يروم، بالإضافة إلى طبعا قصف مدفعي طال أطراف عدة بلدات كيارين ومروحين وعيت الشعب ورامية، ونفس يعني المناطق نفسها التي يتم استهدافها بطريقة شبه يومية تلك البلدات القريبة من المواقع العسكرية الإسرائيلية أو المقابلة للمواقع العسكرية التي تقع على الشريط الحدودي. في هذه الأثناء أيضا هناك غياب أو غابة المسيرات أو طائرات الاستطلاع التي دائما ما تحلق في سماء الجنوب، وذلك بسبب الطقس العاصف والماطر والضباب الكثيف. يعني هذا ملخص ما حصل منذ ساعات الصباح. كانت ساعات الليل هادئة على غير عادة، يعني لم يكن هناك من قصف مدفعي في ساعات الليل، إنما بدأ هذا القصف أو بدأت التطورات في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى بقصف عدة بلدات على الشريط الحدودي. ربما نعم نهد فيما يتعلق ببيانات حزب الله عن استهداف هذه المواقع التي تحدثت عنها، للظهيرة ونقطة الجرداح على الحدود، يتحدثون عن نتائج هذه الاستهدافات؟ هل يصيبون الأهداف مثلا؟ هل هناك خسائر في صفوف الإسرائيليين أو الجنود تحديدا؟ طبعا هذه الأماكن كلها خالية من المدنيين كما تؤكدون. يعني عادة حزب الله في هذه البيانات يقول بأنه حقق إصابات مباشرة، لا يذكر تفاصيل عدد الإصابات أو إن كان هناك من قتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين، ولكنه كان أيضا استهدف بالإضافة إلى هذين الموقعين ربما تجمع للجنود في موقع جل العلام، لذلك قد يكون هناك من إصابات خصوصا وأنه استهدف تجمعا لهؤلاء الجنود. نعم. ولكن عادة أكثر عندما يتم الإعلام عن أو الإعلان عن إصابات تكون من زاوية أو من جانب الإعلام الإسرائيلي. حزب الله يكتفي بالقول بأنه حقق إصابات مباشرة، ولكن الإعلام الإسرائيلي هو من يعلن عن وجود إصابات أو قتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين. غير ذلك يعني لا يمكن الجزم من جهتنا أو من الجانب اللبناني عن أي إصابات أو في داخل أو في تلك المواقع التي يستهدفها حزب الله. شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل من الجنوب اللبناني، كنت معنا مراسلة الحدث نهد يوسف، شكرا. وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، موضحا أن المحطة الأولى للجنة ستبدأ في الصين، وذلك في أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بهدف إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في غزة. وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية تأمين الممرات الإنسانية لإغاثة المدنيين في غزة، وطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات إسرائيل. ستبدأ بإذن الله يوم الاثنين، المحطة الأولى ستكون في الصين، وسننتقل بعدها إلى عدد من العواصم لإيصال الرسالة الواضحة أن لا بد من وقف لإطلاق النار فورا، ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك، وأيضا لابد أن نعمل لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت. من الرياض ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي. أستاذ منيف أهلا ومرحبا بك معنا في هذه التغطية على شاشة الحدث. أبدأ معك بهذا التطور المهم حول اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الرياض، ما أهمية هذه اللجنة؟ ممن ستتكون إذا كانت تتوفر أي معلومات وتفاصيل حولها؟ وكم ممكن حقيقة أن تساهم ببلورة موقف موحد لتحرك
دولي لوقف الحرب في غزة؟ صباح الخير ربا. صباح الخير. حسب البيان الختامي وأيضا نوعية الدول التي مشاركة في اللجنة، السعودية ومصر والأردن وقطر وهم من العالم العربي، أيضا من العالم الإسلامي هناك تركيا وأندونيسيا ونيجيريا، وأيضا بالإضافة إلى فلسطين. طبيعة هذه الدول دول فاعلة وتلعب دور مؤثر في القضية الفلسطينية، لذلك تشكيلها وخاصة أنه لها علاقات متعددة. هذه الدول الأعضاء لهم علاقات متعددة، هناك أيضا دول مثل قطر تلعب دور الوساطة، هناك دول معنية بشكل مباشر في رفض التهجير مثل الأردن ومصر. هذا بلا شك طبيعة التشكيلة الوزارية مهمة. الأمر الثاني أنه واضح أنه في ثلاثة أهداف رئيسية لهذه اللجنة الوزارية، وهو إيقاف إطلاق النار والمساعدات أيضا للغزاويين. الأمر الثاني هو إطلاق عملية سياسية للوصول إلى حل مستدام وعلى أساس حل الدولتين، بمعنى هناك وعي أن لا تكون هذه القضية تنتهي وتصبح على غرار ما حدث في 2021 في غزة و2014 و2018. هناك وعي كامل من الدول العربية والإسلامية بأهمية الوصول إلى الحل السلمي. الأمر الثالث وأعتقد أنه مهم، الأمير فيصل الفخار أشار إليه، وهو تطبيق أسس النظام الدولي. أيضا الدول التي سيزورها الوفد ما رشح الآن أنه سيبدأ بالدول الدائمة العضوية وسيبدأ من الصين، وخاصة ربما أن الصين أول دولة رحبت بقرارات في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، الدول الخمسة الدائمة، وفي ظني أيضا دول مؤثرة قد يكون الاتحاد الأوروبي من ضمنها والهند والبرازيل. البداية من الصين تحديدا، يعني كنت أنا سأسألك عن السبب وذكرته بأنها كانت من بداية الدول التي رحبت بدعوات وقف إطلاق النار في غزة، وأيضا عرقلت أكثر من قرار كانت تبنته مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لأنها بلد دائمة العضوية في مجلس الأمن. ما الأفق والأمال المعلقة عربيا وإسلاميا تحديدا على دور الصين في هذه المرحلة؟ الصين دولة دائمة العضوية كما ذكرتي وتستطيع أن تلعب، خاصة أن الصين تغيرت سياسة الخارجية، يعني بعد رعاية الاتفاق السعودي الإيراني اللي تم في 10 مارس هذا العام، الصين لم تعد فقط دورها اقتصادي وتجاري، أصبحت أيضا منخرطة بالملفات الشائكة في المنطقة، وهي ترى أهمية استقرار منطقة الشرق الأوسط، بدأت برعايتها وضمانها للاتفاق بين الرياض وطهران، وأيضا الصين ترى أنه أهمية استقرار المنطقة هو ينعكس بشكل إيجابي، وهي أيضا رحبت في البيان الختامي بمختلف بنوده ولم يكن هناك أي تحفظات. وفي ظني أيضا الطرف الروسي سيكون على هذا المنوال، وقد يكون أيضا الطرف الفرنسي، خاصة أنه ماكرون بدأ يغير موقفه، اختلف ماكرون عن 7 أكتوبر. أعتقد أيضا الرأي العام الضاغط في تحول، كان في 7 أكتوبر بلا شك أنه داعم بشكل غير مسبوق لإسرائيل، ولكن بسبب المجازر اللي حدثت اللي قامت بها إسرائيل في غزة في تغير أيضا بالرأي العام الدولي، وأيضا في ضغط حتى في الولايات المتحدة وداخل المؤسسات الرسمية الأمريكية في تباين، نرى الرسالة التي بعثها عدد من الموظفين الخارجية، أيضا داخل البيت الأبيض التباين من ناحية تعاطي إدارة بايدن مع الأزمة في غزة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات أيضا من الرياض، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي، شكرا لك. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة مقابل هدنة لمدة 5 أيام. ونقلت الصحيفة عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على شروط الاتفاق، نقلت عنهم أن تلك الهدنة التي ستكون مراقبة من الجو ستؤدي إلى تحرير العشرات من النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
يهدف وقف القتال أيضا إلى السماح بزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود لدخول القطاع المحاصر عبر معبر رفح البري. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق التفصيلي المكتوب في 6 صفحات يقضي بإطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا أو أكثر على دفعات كل 24 ساعة. من جانبه نفى المتحدث باسم البيت الأبيض التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل من أجل التوصل لاتفاق حول الأسرى. وكانت الولايات المتحدة جددت التأكيد على أن الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة هو شرط لإعلان وقف إطلاق النار وأدخال المساعدات الإنسانية الإضافية إلى القطاع، وهو موقف عرضته الأردن وأقر كبير مستشاري البيت الأبيض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك بأن الوضع في غزة مروع ولا يحتمل. من غزة عن طيب ينضم إلينا الباحث الأمني والاستراتيجي فايز الأسمر. سيد فايز أهلا ومرحبا بك معنا في هذه التغطية على شاشة الحدث. بداية أبدأ معك بما يتعلق بموضوع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة حاليا بعد اجتماع هذه القمة في الرياض وبدء سريعا تنفيذ المخرجات من هذه القمة، ما الأمال المعلقة على عمل هذه اللجنة برأيك، وكم ممكن حقيقة أن تساهم ببلورة موقف لوقف إطلاق النار في غزة؟ صباح الخير أستاذ ربا. يعني بتصوري في ظل تعنت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والضوء الأخضر الذي تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في استمرار عدوانها على غزة، فإن اللجان الوزارية المشكلة والتي تقوم بجولات على الصين أو دول أخرى مستقبلية في سبيل وقف الغارات الجوية أو إقامة هدن أو وقف الحرب نهائيا على قطاع غزة، هي تحاول للأسف إسرائيل ماضية ومتعنتة في استمرار حربها على قطاع غزة، وبالعكس هي تريد أن تزيد محاور القتال في قطاع غزة، هي تريد الإطباق على مدينة غزة، تقطيع أوصال مدينة غزة، هي تريد إكمال الإطباق على الجنوب والسيطرة على تلك المناطق، بغية البحث عن قيادات حماس. لاحظنا أستاذ ربا أن إسرائيل وضعت أسقفا عالية حقيقة لهدف عمليتها في غزة، وهي القضاء نهائيا على حركة حماس وسحقها وإنهاء حكمها للقطاع وقتل قادتها واصطيادهم، 2 تحرير الأسرى، 3 تأمين حدود من خلال تأمين حدودها من خلال إقامة منطقة عازلة مع غلاف غزة. هذه العملية بالتأكيد بمجملها أهداف صعبة، وبالتالي إسرائيل هي محرجة أمام الضغوطات إن كانت الدولية أو حتى الضغوطات التي ستجعل منها يعني تقبل بأي إجراءات دون تحقيق هذه الأهداف المرتفعة. وهذه السقف المرتفع يتوجب من إسرائيل السيطرة، حقيقة هي أهداف مستحيلة، السيطرة على كامل قطاع غزة. سقف الأهداف هي أهداف مرتفعة لا يمكن أن تكون أو تحققها إسرائيل دون السيطرة على كامل قطاع غزة، وهذا هو الذي يحرجها أمام الضغوطات الدولية وأمام اللجان إن كانت الوزارية أو ما ستخرج بها اللجان الوزارية المنبثقة عن مؤتمر القمة. ولكن يعني حتى دور الصين كم ممكن أن يلعب دور حاليا كقوة دائمة، بلد دائم في مجلس الأمن، دائم العضوية، وأيضا يعني كان لها موقف واضح منذ بداية هذه الحرب بالدعوة والتأكيد على موضوع وقف إطلاق النار؟ أستاذ ربا، الموقف شيء والموقف النظري شيء والموقف العملي شيء آخر. كثير من الدول يعني بالتأكيد هناك مواقف عملية، يعني الموقف النظري أنا ضد هذه الحرب، أريد وقف إطلاق النار، أدير وقف إحداث هدن، ولكن أين المخالب التي تستخدمها الصين في فرض هذا الأمر؟ إذن أتصور أن هذا الأمر هو مجرد تحركات دبلوماسية ومجرد يعني خلينا نقول أمور نظرية تقوم بها الصين أو أي دول أخرى.
الأمر والربط والحل والربط بيد إسرائيل وبيد الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة. نعم، وأيضا يعني انتهى ربما الوقت، لم يعد هناك متسع من الوقت للمزيد من الأسئلة. شكرا جزيلا لك من غازي عنتاب، كنت معنا الباحث الأمني والاستراتيجي فايز الأسمر على كل هذه الإيضاحات. ومشاهدينا طبعا دائما هذه التطورات مستمرون بمتابعتها على شاشة الحدث. كان الجدير أيضا الإشارة إلى موضوع اختراق 3 مسيرات كانت اعترضت الأجواء الإسرائيلية منذ قليل. الأجواء الإسرائيلية طبعا من منطقة الحدود الشمالية من جنوب لبنان. مراسل الحدث أيضا تحدثنا عن اعتراض مسيرة وعودة مسيرة ثانية إلى جنوب لبنان، أما المسيرة الثالثة كانت تطاردها أو يطاردها سلاح الجو الإسرائيلي. هذه المعلومات سنتابع تفاصيلها أيضا مع مراسلينا في الساعة القادمة، ابقوا معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.